فعاليات والسياح والأحساء تزدهر بجمال الأماكن الحلوة السياحية اللي صراحة تسر الناظرين وتدعو الناس للزيارة. حاليا أنا في جبل قارة ومع جمعية أصدقاء السعودية. اسمي مشعل حربي وانا متطوع هنا في جمعيه اصدقاء السعوديه. جمعيه اصدقاء السعوديه جمعيه نبغى احنا نقرب الناس اللي عرب وغير عرب والمسلمين والغير مسلمين. نبغى نقربهم ونعلمهم عن دين الاسلام وعن السعوديه والصدق، لان بعض المرات الناس يتوقعون اشياء غير عن السعوديه والاسلام، فاحنا نبغى نوريهم الصدق عن السعودية يعني العرب. بارك الله فيك، شكرا لك. جمعية أصدقاء السعودية لها دور كبير ما شاء الله. يا مرحبا وسهلا، هلا الشباب كيف الحال؟ أهلا وسهلا ومرحبا، يا هلا يا هلا، بارك الله فيكم ما شاء الله. القهوة السعودية، يا هلا، شكرا أبوي، يعطيكم العافية. جميل، هذا أحد المتطوعين يشرح لزوارنا من خارج السعودية. Saudi was created first, the first Saudi state that was in 1727. أنا قلت لكم اليوم الحسة تندهر فعاليات وسياحة مرشدين ما شاء الله تبارك الله، الأستاذ محمد المري والأستاذ حيدر بعبي، حياك الله، شلونك؟ الله يعطيكم العافية، هلا وسهلا، حياكم الله. أنا أبغى أشيد حاجة صراحة، جمعية أصدقاء السعودية يعني قاعدين يشتغلون شغل يعني شغل جبار، وأنا أشيد فيهم صراحة، بيض الله وجهه وفارس أستاذ هشام الجمعية وعز الله، يعني شيء يثلج الصدر ما قصروا، وهدفه السامي اللي احنا نسعى لك كذا ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله وفضل جهود الشباب ما شاء الله عندهم استعداد جميل ولغه متحدثين ما شاء الله باللغه، هذول صفوه شبابنا الله يحفظهم ما شاء الله، الله يعطيهم العافيه، لغات وابراز المملكه كما تستحق، نعم، وحضور واكيد هناك ناس خلف الكواليس. اطيب التحيه والتمنيات لك بالتوفيق. امين، شكرا من القلب، يعطيك العافيه. هلا وغلا، اهلا وسهلا، حياك الله ما شاء الله تبارك الله. جمعية أصدقاء السعودية، واتوقع كل هذه مبيعات ها؟ نعم ما شاء الله، جميل، اهلا وسهلا، حياكم الله. الله يحييك. طبعا احنا وظيفتنا احنا هنا ان نستقبل اللي هو السياح عشان نعلمهم اللي هو عن الحضارة الإسلامية وعن اللي هو الحسا بشكل عام وعن الأشياء التراثية في الحسا، واختصرناها تقريبا بهذا المعرض المصغر اللي هو يختصر يعني الاشياء التراثيه في الحسا بشكل عام. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شكرا لكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ هلا هلا والله بالشباب ما شاء الله. طبعا مجموع الاعداد لرحله الكروز اللي زايرين الاحساء 400، هذا اول دفعه منهم تجي الان الى جبل القاره بالاحساء. اهلا وسهلا. الله يجزاك خير ما شاء الله، اشرح لهم طبعا عن السعودية عن الاسلام عن اي معلومه جميله ممكن نوصلها للعالم. طبعا مثل ما قلت لكم هذه الدفعه الاولى من رحله الكروز الى الاحساء، المجموع 400 شخص زياره للاحساء. يعيشك يا مرحبا، تشرفنا. شلونك؟ سامي العدساني المغرب ليبيا، ايوب الله يحييك، تونس المغرب بين المغرب وليبيا. اوه ام اس سي، هذه رحله الكروز، حياكم الله، كيف حالك؟ الله يخليك. طبعا شبهتهم بالتوفيج، شوف التوفيج، يعني خلصنا من جروب وجي جروب ثاني الان استقبلوهم في جبل القاره وفي عده مناطق سياحيه راح يتمشون فيها ويشوفون الحضاره السعوديه والأصالة، وأحلى شيء لما نكون نعطي صورة جميلة عن البلد. بارك الله فيك.
إيصال رسالة جميلة عن المملكة العربية السعودية، عن الحضارة الإسلامية، عن الأحساء، جهود تشكل عليه جمعية أصدقاء السعودية. جميل. متطوع هشام عبد العزيز العامر يشرح للضيوف ضيوف الأحساء ضيوف المملكة عن السعودية العظمى. بارك الله فيك. وصلت دفعة ثالثة طبعا مع مرشدتنا السياحية شروق البلادي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك حسان العدساني. الله يحييك. يا أهلا وسهلا. جمعية أصدقاء السعودية، هذا طبعا كله تعريف بالجمعية، أهداف الجمعية. حطيت لكم الرابط أنا طبعا في البداية، واللي يبغى يدخل يعرف كثير عنها، والتطوع مفتوح طبعا لهم، فأهلا وسهلا. كينج إيش؟ صور تذكارية بالزي السعودي. Thank you. تجربة المتطوعين من جمعية أصدقاء السعودية واستقبالهم للسياح الأجانب وإعطاهم صورة جميلة عن المملكة العربية السعودية. أحد المتطوعين راح يقول لنا عن تجربته في التطوع. السلام عليكم، أنا ميثم الحداد من أكاديمية الكفاح الأهلية. خذنا التطوع طبعا، خذنا تجربة حلوة. بمساعدة أصدقاء السعودية، جيت بسط من كروز كونوا 50 شخص، كانوا يكلمهم عن أهمية الحساء، أهمية القرى بالنسبة للسعودية وبالنسبة للحساء. شكرا لك. طبعا باللغة الإنجليزية أنت تتعامل معها. أوكي. طبعا الدفعة اللي جاتك 50 شخص، لكن المجموع العام 400. شكرا لك. متطوع آخر، أهلا وسهلا. السلام عليكم، معك محمد حسن مسبح. أنا في الكفاح أكاديمي في صف أول ثانوي. نعم. أنا دخلت في البرنامج صراحة قلت إني يمكن بيصير في صعب مثلا أتعامل ويا ناس. بس دخلت وقبلت اللي جو صراحة، يعني راحة مو طبيعية. ما شاء الله. تعرفت على ناس يعني من برا الكالتشرز مدينهم. أنا طلع عن نفسي كنت عايش في أستراليا أكثر من نص حياتي، لأني أنا قابل الأستراليين مرة ثانية. ما شاء الله. شعور جميل. يعطيك العافيه. ان شاء الله اني اقدر ادخل برنامج الثاني. شكرا. شكرا لك. نستودعكم الله ان شاء الله الى فعاليات قادمه ان شاء الله جميله، وحيا الله ضيوفنا من خارج السعوديه. اهلا وسهلا. هلا والله اخوي عبد الله. الله يعطيك الصحه والعافيه، ما قصرت على زيارتك وشرفت وانست والله. الله يعطيكم العافيه، حياك الله. الله يعطيكم العافية. طبعا اليوم تجربة فريدة، وحالها حال كل أسبوع يجي الكروز السعودي. هي طبعا فريدة، غير أنه أصلا طلاب مدارس صغار متوسط وثانوي قاعدين يطلعون إبداعات إنجليزي، مواهب والله يعني نكتشفها صراحة، توسع الصدر وتبين لنا مقدار الشاب الصغير أنه كيف ممكن يكون قائد بكرة لك. الحمد لله ولله الحمد. طبعا انبسطوا الأجانب، انبسطوا الشباب الصغار، التنظيم إن شاء الله كله ممتاز، ونرحب بالجميع. طبعا جبل قارة مفتوح طول السنة يعني، لكن الآن الأجواء يعني اللي بيجي الله يحييه يعني بينبسط وبيستانس بالأجواء. حياكم الله. يعطيك العافية. شكرا لك. كل هذا الجهد وكل هذا العمل اللي شفتوه بالشراكة مع